في ايضا خبر ان الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد قال ان الحزب شكل لجنته لاعداد مقترح لمشروع قانون الخدمه المدنيه البديل او الجديد، وقال ان اللجنه اتشكلت من 9 نواب وفديين، هم النائب محمد مدينه، النائب محمد خليفه، النائب شديد ابو هنديه، النائب محمد فؤاد، والنائب منجود الهواري، والنائب احمد السجني، والنائب عمرو أبو اليزيد. وقال كمان أنه هيتم عقد اجتماعات مع الموظفين ورؤساء النقابات علشان يقدروا يسمعوا وجهات نظرهم، كمان نقاط الاختلاف في قانون الخدمة المدنية بعد ما رفضوا مجلس النواب، وخصوصا الناس كتير جدا بيتكلموا عن أنه في كتير من البنود كويسة اللي ممكن تدفع في سبيل الإصلاح والتقدم، وهم هيقوموا بإعداد بديل ليه خلال اليومين اللي جايين.